بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية فكر زاوج شارك. فكر زاوج شارك. الآن نبدأ نفكر في إجابة هذه خريطة، الخريطة المفردة للمفردة الآتية لها انصرفة. يعني أريد ضدها نوعها، الكلمة مرادفها والكلمة في جملة. الآن ابدأ. خذ يا عبد الملك هذه، ارجع بالكرسي. بمن بحالة الأول، وقد ناقشنا المفردة قبل ذلك وقلنا الإجابة، لكن من يتذكر هو المنتبه، ومن ينسى يكون قد يلعب أو غير مركز مع المعلم. لذلك هذه الاستراتيجية تبين المركز من الغير مركز، المنتبه من الذي يلعب. الآن شارك كل اثنين معا. براء خليك مع فهد، في الآخر المجموعة كلها مع بعض. عاون فهد يا براء، ليس مع أحمد. خلاص خليكم مع بعض الثلاثة لأن ما في أحد. ريان مع مازن وعبد الملك. في الآخر المجموعة كلها ستتعاون يا براء. يا ريان عاون مع زميلك. فراج وبلال، يا هتان تعاون مع زميلك، شوفوا عمل ايه واعمل زيه، خليه يحل معاك. شوف هتان، هيا تعاون، اقلب الصفحة، اقلب هذه، يلا ما تحل الأسئلة في البيت تاني. انا اللي اقول حل ولا ما تحل. ما لا ارى هناك زاوج، أرى كل تلميذ بمفرده. هذه مجموعة غير متعاونة، المجموعة هذه متعاونة. سعود يتعاون مع سلطان وخالد، وهنا نواف وعبد الملك وريان ومازن. ما شاء الله مجموعة ممتازة. هنا فراج وبلال وهتان وكرم، ما شاء الله متميزون، مجموعة متميزة. يعني معناه، يعني ايه يعني معنى انصرف؟ يعني معناه معنى انصرف، ايوه يعني معناه مرادفه، يعني معناه. الان ننتقل الى مرحله شارك كل المجموعه مع بعض، كل المجموعه مع بعض. وبص، اتفقوا على كتاب واحد بس، تحلوه كلكم مع بعض وتعطولي، هو واحد يخرج منكم يعطيني الكتاب. يا ليس أنت وبراء وفاه اتفقوا على كتاب، تعطوني كتاب أشوف المجموعة. أريد المجموعة متعاونة. نعم نوعها، يعني هي اسم ولا فعل؟ نوعها يعني هي اسم ولا فعل؟ اتفقوا على واحد منكم يا هتان، اتفقوا على كتاب واحد وخلصوه. هتان وكرم، عاوز كتاب واحد منكم انتوا الأربعة، تعطوني كتاب محلول. يلا خلصوا كتاب وهاتوه. يعني عكسه، يعني مثلا يعني انت وقفت عكسه ايه جلس. لا كله بيكتب، بس انا عاوز واحد دلوقتي عشان اشوف نموذج من اللي انتوا اتفقوا معاه. طيب خلصوا كتابه. اتفقتوا على من؟ كتاب من؟ طيب يلا خلصوا وهاتهولي. خلصتم؟ راجعتوه؟ تعال خليك واقف هنا. المجموعة دي ها، من اللي خلص كتابه؟ اتفقوا مع بعض. يا فراج خلص كتاب الأول واحد، ما أريد إن أنت تحل كله، عاوز كتاب واحد. تعال مع بلال وحله معاه. قف هنا، تعال جنبه يا هتان. الآن
الآن عندي مجموعتين جاهزتان، مجموعتان جاهزتان. المجموعة الثالثة أريدها تنتهي بسرعة. المجموعة الرابعة، لا ساعد نواف، ساعد نواف يا عبد الملك، ساعده. قدامكم أمامكم دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. ساعد معهم يا كرم، ساعد، خذ كتابك واذهب إليه. انتهيت؟ تعال هون. طيب خلاص خلاص، تعال قف هنا، قف هنا، قف هنا، صف واحد هنا هنا كده. طيب هنبدأ بمجموعة أبو بكر الصديق. أين أين هذه مجموعة أبو بكر الصديق؟ انصرف ضدها جاء مرادفها مشى. نوعها فعل، انصرف أحمد من البيت. الإجابة بتاعت المجموعة بتاعت أبو بكر الصديق 10 من 10. الآن هذه المجموعة، خذ جوائز وزع على كل واحد شوي. المجموعة الثانية مجموعة عمر، امسك الكتاب. ضدها انصرف ضدها قعد، يعني خلاه مرادفها طلع، يعني مشى. نوعها اسم، انصرف من اللي انصرف من المنزل، انصرف من المنزل مين يعني؟ لازم تسمي اسم، لازم يبقى فيه فاعل. وهنا نوعها اسم خطأ، هي فعل. عندك يعني 8 من 10. نحط هنا 8، هي نقول هنا فعل وهنا محمد، يبقى 8 من 10. تعال يا نواف. طيب هنا نقول ضدها جاء، معناها حضر، مرادفها لا انصرف، مرادفها مشى. نوعها فعل، انصرف المدرس. طيب يبقى انت عندك خطأ واحد، 8 من 10. انصرف معناها مشى. طيب ضدها جاء، بس جاء كده. نوعها فعل، مرادفها ذهب. الكلمة انصرف بلال عن البيت. عندك هنا بس خطأ إملائي، ولكن هنعطيها 9.5 عشان الأخطاء الإملائية من 10. خلاص المجموعة الفائزة مجموعة أبو بكر الصديق، قل لهم بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. انزل يا ليث، حيوا مجموعة أبو بكر، قل لهم بارك الله فيكم. ونحيي المجموعة الثانية مجموعة علي بن أبي طالب 9.5. المجموعتين عمر وعثمان 8 من 10، رائعون، ولكن بقي كلمة واحدة لم نعرف معناها. الإجابات الصحيحة الآن، كل واحد يجلس مكان. أحمد اجلس مكان. ضد انصرف حضر، نوعها فعل، مرادفها مضى أو مشى. انصرف الطلاب من المدرسة باكرا. وفي الختام لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.